اهلا بيكم مره تانية، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. وطبعا الاهلي يعني امبارح عمل جيم ولا اجمل ولا اروع. شفنا امبارح طبعا ان الاهلي تاكد بقى او تاكدت عودته مره تانية للمسابقه المفضله عنده وعند جماهيره، بعد طبعا ما حقق انتصار كبير على مصر المقصه باربع اهداف مقابل لا شيء. وطبعا كالعاده الصفحه اتقلبت اكيد استعدادا بقى للقاء الاهلي امام سان داونز ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. الحقيقه عندنا كلام كتير نتكلم فيه على الصعيدين دول، وده اللي هيحصل ان شاء الله. حضراتكم بس مشكورين كده تابعوا حلقتنا او فقرتنا دي اللي منورنا من خلالها كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير يا كابتن. وغيبه يعني مش ظاهر كتير ولا عندنا حتى، ده ليه بقى؟ شويه كده بس عشان احنا الشغل بتاعنا مع البراعم في مدينه نصر وكده، فالامور بتبقى صعبه شويه يعني. بس يعني البراعم والناشئين شغل محترم جدا، مصنع زي ما بيتقال دايما كل فتره بيخرج لنا نجوم بتظهر بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، سواء الاجيال اللي فاتت او طبعا الاجيال اللي هتبقى قادمه باذن الله. حضرتك حاجه يعني دايما المقوله اللي هي الشهيره لا خوف على الاهلي، فالحمد لله رب العالمين احنا عندنا مجموعه مميزه جدا 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 من الناشئين. يعني في مجموعه خدت فرص، زياد طارق برضه بالظبط، لا في مجموعه خدت فرص مع الفريق الاول كويس. وفي مجموعه مع سفره الفرق تشيك طبعا. الاعراض دي اللي بيخرجها النادي الاهلي ما شاء الله الولاد كتير جدا. هو المصنع ده على حد تعبير نهاوند او خط الانتاج للابطال المستقبليين، دي طول عمرها سمه غالبه بالزبط. في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عايزين يعني في البدايه قبل بقى ما نروح لماتش امبارح والملف الافريقي، بس عشان ناكد النقطه اللي كنا بنتكلم فيها احنا الاثنين انا ونهاوند في اول حلقتنا النهارده، اهميه الاعارات، فكره ان انت يبقى عندك خط الانتاج ده اللي حضراتكم طبعا بمنتهى الكفاءه متولين مسؤوليته بيخرج لعيبه زي الفل، ولكن في كتير من الاحيان ما بتكونش عندهم فرصه كبيره ان هم يشاركوا في الفريق الاول نظرا لوجود يعني كتيبه كامله على اتم الاستعداد. فده احسن تصرف تجاههم بتهيألي، فكره ان هم يطلعوا ينضجوا يستووا بره ويجوا لنا نقطف بقى الثمار بتاعتهم بجهاز التعبير. يعني بقول لحضرتك يعني تكمله لكلام حضرتك واستاذ نهاوند، طبعا ان الفكره دلوقتي او الطريق اللي هو واخده مجلس اداره، طبعا انت عارف ان حضرتك النادي الاهلي ما بيشتغلش بحاجه عشوائيه، مجلس اداره طبعا بتخطيط بحاجات كتيره جدا. فكره الاعراض دلوقتي بالنسبه للعيبه اللي موجوده، لان ما شاء الله النادي الاهلي في لعيبه كتيره موهوبين ولعيبه كتيره كويسه جدا، وطبعا في عرف الكوره مش كل الناس ديت هتقدر ان هي تاخد فرص في الفريق الاول طبعا. فنتائج الاعراض ديت احنا بنشوف دلوقتي مثلا محمد عبد المنعم، عبد القادر، كان قبلها اكرم توفيق، يعني في لعيبه كتيره جدا خرجت اعارات ورجعت تاني النادي الاهلي زي ما بيقولوا بلغه الكوره استوت بره، خدت سنه او سنتين بقت متمرسه في على البطوله بتاعت الدوري العام والكلام ده كله، وبيرجع لك تاني للنادي الاهلي. ففكره ان انت تطلع الاعراض ديت للعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لان الكم كبير ما شاء الله ما شاء الله، يعني اللعيبه كتيره ولعيبه كتيره مميزه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهات لي فرقه دلوقتي مثلا في الدوري الممتاز كله ما فيهاش لعيبه من النادي الاهلي، سواء كانت اعاره او سواء كانت صحيح. مثلا ما كانش ليها نصيب ان هي تكمل في النادي الاهلي والكلام ده كله. فالفكره دلوقتي الحمد لله رب العالمين ان المجلس اداره والقطاع الناشئين طبعا كمستر مايكل بروكيتش وكابتن خالد بيبو مع مجلس اداره طبعا، وكابتن حسام طبعا متولي كمان الملف دوت بشكل كويس مع شركه الكوره، اول ما كمان تستلم هتبقى الامور هتتحسن اكتر واكتر بامر الله طبعا. فاحنا شايفين إن او الناس شايفه او اللي متابع النادي الاهلي كويس شايف ان في الخط دوت ماشي في اتجاه سليم كده. بالظبط بالظبط. حلو جدا. بص يعني كابتن حسين احنا عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله، بس بما ان احنا اتكلمنا عن اللعيبه وبديناها بهذا الشكل، يعني خليني اروح بقى ليه هنا ماتش امبارح والتميز اللي كان عند مكسيوني بصراحه، والمقارنه اللي كانت ما بينه وما بين فلافيو، والمقارنه ما بين الحاله بتاعت فلافيو زمان مع الاهلي وحاليا مكسيوني او اي لاعب اخر، والضغوط مع ظهور السوشيال ميديا اللي بتاثر بشكل برضو سلبي كبير جدا على النقد وتقييم اللعيبه سواء بقى بالايجاب او بالسلب. يعني فبتشوف ايام فلافيو ليه كان الجماهير وقتها صابره رغم ان كان عندهم برضو غضب، بس ما كانش حد بيقول لك ماشي، ما كانش حد بيقول لك اختيار
غير موفق، كانت الناس بتقول عايزينه يأدي. دلوقتي مع مكسيوني أو مع أي حد آخر، وطبعا رد على كل اللي اتقال، أنا دايما بحب الرد على الأرض، يعني أنا مهما الناس تقول أنا دايما مع هذا المبدأ، رد على الأرض، ما تردش تقعد تبرر. فمكسيوني عمل ده بالأمس، وأي لاعب تاني برضو تم انتقاده في الفترة الأخيرة هو بيرد على الأرض طالما بينتمي إلى النادي الأهلي. بتشوف ده إزاي؟ هقول لحضرتك حاجة، الناس اللي هم المتخصصين أو اللي هم عارفين أو الناس اللي متابعين النادي الأهلي كويس، هنيجي من أول فلافيو. لو حد من الناس المتخصصة أو حد تابع فلافيو أول ما جه، هو قعد فترة طويلة جدا فعلا لحد ما جاب الهدف بتاع المحلة ده. بس فلافيو أول ما جه كان من أحسن الفراودة اللي بتتحرك أنا شفتها في، يمكن مش عايز أقول في تاريخ النادي الأهلي، بس من اللعيبة اللي كانت بتتحرك بشكل مميز جدا جدا جدا. ما هو مش شرط إن أنا ممكن أجي إن أنا ألعب أول ما أجي، مش أي حد يلعب في النادي الأهلي، عشان يعني الناس ما تبقاش بس الأمور تفتكر ان هي سهله. صعب جدا ان انت تيجي تلعب، وبعدين التوقيت دوت كان اللعيبه اللي في النادي الاهلي كانوا زي ما بنقول يعني ما شاء الله كل واحد فيهم تقالات يعني. فعشان تخش وتلعب وتحرز اهداف، اولا الاهداف والكلام ده كله مع السعي والكلام ده كله، ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طب ان انت تبقى موفق ان انت تجيب جون او ما تجيبش جون، دي بتاعت ربنا. انما العامل الاساسي بقى او الشكل الخططي، ان انت بتتحرك ازاي وبتساعد الفرقه ازاي. ما هو انا ممكن اكون فيرود ما بجيبش جون، بس بعرف اوسع كويس جدا لناس تانية بطريقه معينه ان هي تقدر ان هي تحرز اهداف. صحيح. فهو انا كنت بشوف فلافيو من احسن الناس اللي كانت بتتحرك على حدود ال 18 كفيرود كراس حرب يعني. لما بدات العمليه بعد كده هو بقى تمشي معاه بالاهداف، شفنا الشكل اللي هو المميز. بس الناس لما بصت على ايه؟ بصت ان هو ما بيحرزش اهداف. انا ما بصيتش على تحركات فلافيو او ان هو كان بيساعد بالتحركات دي الفرقه بتاعته انها تقدر تجيب اجوان ازاي، او تساعد النادي الاهلي انه يبقى شكل كويس ازاي، او الشق الهجومي او الجزء الهجومي بيبقى مميز ازاي وفي كثافه عامله ازاي. ما حدش بياخد باله من الكلام ده كله. احنا بناخد العنوان، انما جوه داخل العنوان ايه مش كتير اللي بيقدروا ان هم يبصوا على الكلام ده كله. ده حصل مع ميكسوني كمان بالظبط. لما جه هو واضح ان هو لاعب مهاري بشكل كبير جدا، يعني المهاره عنده كويسه جدا. عشان يخش جوه النادي الاهلي او الفرقه بتاعه النادي الاهلي او المنظومه بتاعه النادي الاهلي، لسه برضو لازم ياخد وقت شويه او يلعب اكتر من كده او الكلام ده كله. انما هو كخامه، لا خامه مميزه جدا ولاعب مهاري جدا. سهام النقد اللي نهاوند كانت بتسال حضرتك فيها دي، اللي هي طالب ميكسيوني ومن المنطلق ده عملنا المقارنه بينه وبين فلافيو، نفس سهام النقد، وده شيء غريب الى حد كبير. ما اعرفش حضرتك حد برضه هتبقى مندهش زينا ولا لا. طالت بيتسو موسيماني شخصيا برغم الانجازات الكبيره اللي هو حققها مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واللي اكيد توجت او انتهت في الجزء الاخير منها ببرونزيه العالم للمره الثانيه على التوالي. فهل ده كلام منطقي استاذ كريم؟ حضرتك في حاجات يعني زي ما بنقول كده يعني ممكن العقل يستوعبها، وفي حاجات بتبقى يعني، ومعظم الحاجات ديت ما بتبقاش من جماهير النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول، مش عايز اقول مثلا ايه، انها بتبقى موجهه للنادي الاهلي، واخد بال حضرتك ازاي؟ وفي توقيتات معينه بالظبط كده. اصل مش ممكن يعني انا واحد راجل عاقل او مثلا بفكر او عدي الكلام على دماغي ان اشوف مثلا ان الانجازات اللي بيعملها مثلا مستر موسيماني دي كلها، واخد بال حضرتك، اقول ان هو مدرب يمشي فاشل. طب انت هتجيب مين يعني؟ او يعني هو ايه درجه الفشل؟ طيب يعني لو اتناقشنا معاه حتى، وايه مقاييس النجاح لو كل ده انت مش مصنفه نجاح؟ بالظبط كده. لما انت واحد بيجيب لي البطولات دي كلها وبالاداء ده كله وبالشكل ده كله، ما شاء الله النادي الاهلي في، مش عايز اقول يعني فتشود يعني، ان اكتر من فرقتين او ثلاثه عندنا بدا في المركز دلوقتي لاعب واثنين وثلاثه على مستوى عالي جدا، زائد ان احنا كنا بنتكلم من شويه على اللعيبه اللي كمان بتطلع اعارات طبعا. فما طبعا شاء الله النادي الاهلي عمران باللعيبه المميزه، وفي نفس الوقت انت بتحقق كمان بطولات، فده حاجه يعني. ما وبعدين معلش، مين مع احترامي لكل الفرق دلوقتي، مين بيلعب كاس عالم انديه ومين بياخد بطولتين افريقيا متتالي ومين بياخد برونزيتين متتالي؟ يعني الحاجات دي كلها يا جماعه مش بالسهل. اللي يعرف المهنه بتاعه الكوره او الشغل بتاع الكوره، الحاجات دي ما بتجيش اعتباطا او بتيجي محض صدفه او الكلام ده كله، لا ده في تخطيط من مجلس اداره، من نادي، من مدربين، من جهاز، من لعيبه. اقول لحضرتك حاجه، موضوع كبير يعني. والله الواحد مش مفروض يلتفت لاراء، لان ما يعني الاختلاف موجود على الكل، ما فيش شخص كان موجود لو هنتكلم على كره القدم تحديدا كرئيس نادي، كمدير فني، كلاعب ما كانش تم انتقاده. فيعني مش هترضي كل الاهواء، وفي نفس الوقت حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه، مش كل الانتقادات جايه من عندنا، ويبقى ليها استراتيجيه معينه.
معينه ويبقى ناس مطلعه كلام علشان تهد في توقيت معين، فالحاجات دي يمكن خلاص عدت على النادي الاهلي كتير جدا، ف يعني مش مفروض اصلا حتى نلتفت ليها. حضرتك حاجه، انا اسف يعني يا استاذه ان ممكن ان انا انتقد، ما فيش حد فوق الانتقاد، بس لما انتقد انتقد بموضوعيه. يعني انا ده اللي اقول هو مثلا احنا بقى بالظبط، يعني انا لما اقول مثلا الراجل المدرب دوت مثلا احنا مش عايزينه، طب ايه الاسباب؟ 1 2 3 4. انما ما يبقاش واحد بيحقق كل، يعني مثلا مش عايز اقول 80 90% من الـ من الـ من الـ من البطولات اللي هو بيشارك فيها واقول ان انا ماشيه. طب يعني العقل ما يقولش كده. اديني عقلك بقى. بالظبط، اديني عقلك بالظبط. طب انت عايز ايه؟ الامور صعبه يعني. طب خلينا طيب نعدي بقى النقطه دي وندخل بقى على الاداء الجماعي اللي شفناه امبارح في الفريق، والتمريرات العرضيه الحلوه والسيروهات اللذيذه بتاعت قفشه والاستحواذ والسيطره والهيمنه. على ذكر زياد طارق، طالما كنا بنتكلم عنه من شويه، طبعا يعني هو اللي احرز الهدف الرابع امبارح. هل الهدف ده وده اول اهدافه على الاطلاق مع الفريق؟ فالى اي درجه ده ممكن يديله دفعه وثقه ويخلينا نشوف منه اداء احلى واحلى كمان الفتره الجايه؟ بتبقى حاجه كويسه جدا للاعب الناشئ في بدايه حياته انه لما يبدا بحاجه كويسه، انه يبدا بهدف او يبدا بمباراه كويسه. هو كمان ادانا مؤشر كويس في البطوله اللي هي اللي فاتت بتاعه كاس الرابطه، ادى بشكل كويس وكان اداؤه كويس وكان من اللعيبه المميزين مع اللعيبه اللي خدت فرص في الكاس بتاعه الرابطه، وكان هو يمكن من اهم الناس اللي كانت او من ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده. يعني في كتير منهم كانوا مميزين وكده، بس زياد يعني ما شاء الله عليه، الحس التهديفي بتاعه كويس، التحركات بتاعته من غير كوره كويسه جدا، دخل جوه المنظومه بسرعه. مش عايزين نقول ان هو مثلا لسه لعيب صغير او الكلام ده كله، لا ما شاء الله عليه. هو في لعيبه تانية برده، مش عايز اذكر اسماء لان في لعيبه تانية برده من المجموعه اللي صعدت فوق، لعيبه برده مميزه جدا. فبتبقى حاجه كويسه نفسيا للاعب لما بيبدا ان هو بيبدا مرحله من الناشئين ويطلع الدرجه الاولى، وتبقى مرحله مميزه اللي هو وبتسعدكم مفيش شك. ده شغلكم بقى، شغل ايديكم زي ما بتقول. هقول لحضرتك حاجه، اسعد حد في الدنيا، لان معلش السبوت ما بيبقاش كله على الشغل بتاع الناشئين والبراعم والكلام ده كله. فانت اسعد حاجه ليك انت كمدرب مثلا في المراحل اللي هي السنيه الصغيره ديت، لما بتبقى انت زي ما بنقول ربيت زرعه كويسه. ايوه. بس الثمار بتاعتها ما بتبقاش وقتي، بعد مثلا بتطرح بعدين بعد فتره طويله. بيقول والله ده فلان ده اللي كان هو اللي دخلني النادي الاهلي، ده فلان ده هو اللي علمني كذا، ده فلان ده هو. فدي بتبقى يعني الثمره بقى بتاعه اللي هو مثلا طبعا المدرب اللي كان مسؤول عن 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 زياد، عن 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 اي حد من الاولاد اللي كانوا موجودين. دي اسعد حاجه للمدربين اللي هم بتوع قطاع الناشئين والبراعم، ان لما بيطلع ولد في الاخر خالص بيبقى مميز في في الفريق الاول. فدي اسعد حاجه طبعا بالنسبه لنا احنا كمدربين ناشئين او براعم، بتبقى جميله جدا يعني. كابتن حسين، تعالى نروح شويه ملف افريقيا. البعض قال لك، او من الحاجات يعني اللي تداولت، قال لك انت دلوقتي التعادل السلبي مع الهلال السوداني ليه تاثير مش احسن حاجه مع بعد كده مباراه سان داونز. بعض الاخر بيقول لك لا، عايز التعادل ده مش مقياس، وانت داخل بعد كده على المباراه مهمه جدا سان داونز، فادي فيها الافضل، فما فيش اي مشكله. يعني اراء كده واراء كده، بتميل حضرتك لاني اكتر؟ انا مع الاستراتيجيه بتاعت النادي الاهلي، ودي من فتره طويله جدا. لو رجعنا الناس اللي هي يعني مركزه او مهتمه بالشان الرياضي مع النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي من ايام مستر مانويل جوزيه، واحنا عرفنا ازاي ان احنا لما نروح بره ملعبنا في افريقيا ازاي ان احنا بنقدر نحقق نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او بالتعادل. فدي استراتيجيه النادي الاهلي ماشي بيها، بيقدر ان هو اهم حاجه في دوري المجموعات ايه دلوقتي، ان انت تحصل نقط علشان ان انت ان انت توصل الاول او تاني. وطبعا النادي الاهلي دايما زي ما احنا عارفين بيفضل المركز الاول في المجموعه عشان تقدر ان انت بعد كده هو تاخد فرقه مثلا من المجموعه الثانيه في دور ال 16 او دور الثمانيه والكلام ده كله، تبقى الامور بالنسبه لك سهله. فانت ازاي تجمع نقط، وازاي ان انت من الفرق اللي هي في افريقيا بالجو بالاقامه بالاعاشه المشاكل الكتيره اللي الناس اللي راحت افريقيا او لعبت في افريقيا ديت، الصعوبات دي كلها مش سهله يا جماعه ان انت تروح افريقيا وان انت تكسب، يعني ايا كان السودان او سان داونز او اي. الموضوع بيبقى شاق جدا، فان انت تحقق نتيجه ايجابيه من بره وتقدر ان انت تحقق الفوز هنا في ملعبك وتحقق في الاخر خالص الهدف بتاعك اللي انت عايزه ان انت تبقى اول المجموعه، ده ذكاء.
يعني انا ممكن اكسب بره ماشي، طب وخسرت بعد كده في ملعبي، طب ما اكسب كله ولا ليه اخسر لو عندي الاوبشن ان انا اكسب؟ هقول لحضرتك زي ما احنا بنقول من شويه، ان انا طالما قدرت في الظروف بتاعه افريقيا ان انا اطلع بنتائج ايجابيه دي حاجه كويسه. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني مثلا السودان احنا كنا مثلا ماتش الهلال الناس بتقول الهلال والكلام ده كله، احنا راجعين منين؟ احنا جايين من كاس عالم عندنا. اذا هي باكج وعندنا لعيبه وعندنا لعيب بالظبط كده، وعندنا لعيبه كانت في الكاميرون اللي هم الدوليين على كاس عالم للانديه على سفريه السودان في درجه حراره الظروف المحيطه كده. لو الظروف افضل من كده ممكن اقول لحضرتك ممكن تبقى الانتقاد ده مثلا احنا اقوى مثلا من مع احترامنا الكامل للفريق الهلال احنا ممكن نحقق نتيجه، وكان ممكن يعني كره قفشه دي لو جت جون. خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في بقيه التفاصيل. اتفضل. حديثنا مستمر وده كان اخر فاصل في الفقره دي مع كابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق. يا كابتن حسين، طب ما تيجي كده بدل ما نخش في التفاصيل المقرره نعمل مقارنه شويه ما بين جيل حضرتك والجيل الحالي والصعوبات اللي كنا انا وكريم بنناقشك فيها من قبل الفاصل يعني من شويه. فكره هنا دايما الكلام على ان انا مضغوط، طبعا النادي الاهلي اللي بيواجهه ما فيش نادي واتحدى ونتحدى كلنا يعني نادي بيواجه كل هذه الظروف والضغوطات والاجواء الغير تماما يعني سليمه المفروضه علينا للاسف الشديد واحنا بنتقبلها، مع يعني هنعمل ايه؟ وبين برضو فترات الضغوطات اللي كانت على ايامكم وعلى جيلكم، ازاي كان هناك بيتم التصرف وازاي دلوقتي يعني خلينا نعيش شويه نوستالجيا برضو معاك كابتن حسين. يعني هنقول كل ما الوقت بيعدي يعني الظروف دلوقتي في السفريات والكلام ده كله ممكن تكون افضل مننا احنا شويه. اوكي. يعني انت دلوقتي ممكن الفرقه ممكن موضوع طياره خاصه دي بقى سهل شويه. طيب يبقى دي حاجه لصالح الجيل الحالي. بالظبط. ايه تاني بقى؟ المستشفى موضوع افضل شويه، درجات الاستشفاء والعلم دلوقتي افضل. بالظبط. التغذيه الكلام ده كله عن ايامنا احنا كان افضل. اكيد الرواتب مفيش مقارنه. الملاعب. النقطه دي بتهم كريم قوي. يعني خالص يعني كده برضه يعني خلي دي اخر حاجه. لا خلي دي اخر حاجه. ما تقلقش. ما شاء الله هقول لحضرتك حاجه برضه، موضوع المرتبات والكلام ده كله معلش برضو ما الناس دي تستاهل. يعني انت كام واحد في مصر مميز او هو بيحرم نفسه وهو شاب؟ يعني هو جيلكم اللي ما كانش مميز يا كابتن حسين. لا يعني احنا جيلنا برضو كنا كويسين وكل حاجه، بس كانت الظروف على 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 القد اللي احنا فيه. يعني واخد بحضرتك ازاي؟ مش هنقول مبالغ ما كانتش بالملايين او بالشكل دوت او الكلام ده كله، الحمد لله رب العالمين، بس كانت الامور برضو مش يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، يعني ال 200 الف جنيه مثلا زمان كانوا ممكن يجيبوا مثلا شقه قصر لا مش للدرجه دي، يعني ممكن يجيبوا عربيه. دلوقتي انت عشان تجيب عربيه كويسه ده بيبقى المقدم بس. بتبقى الامور صعبه. بالظبط كده. فدلوقتي مش عايز اقول الرفاهيه، الظروف احسن ليهم في الانتقالات في الكلام ده كله في الماده في كل ده كويس. احنا على ايامنا الامور كانت صعبه شويه، حتى الملاعب. طب ما هي دي نقطة على فكرة ما تخدمش اللي احنا بنقوله دلوقتي. يعني لو جينا اتكلمنا دلوقتي وقال انا لا اتحدث عن النادي الاهلي، انا اتحدث في العموم. دلوقتي بتيجي تتكلم دايما بيتم الربط او الحديث عن ارضية الملاعب، الجو، الجماهير، الضغوطات، الغيابات، كل دي عوامل اكيد 100% مؤثرة، ولكن برضو اعتقد الاجيال القديمة كانت بتواجه زي كده من ضغوطات ومشاكل، بس ما كانش بنلاقيه مؤثر بشكل كبير على الارض، على السكور، على الاداء. الضغوطات هقول لحضرتك حاجه، الضغوطات في الكوره واحده، يعني سواء كانت قديمه او دلوقتي او الكلام ده كله. الضغوطات مش واحده قوي دلوقتي نظرا لوجود السوشيال ميديا اللي من شانها ان هي تكبر حاجه ما تستاهلش او العكس. لا احنا بنتكلم على الضغوطات عامه. لا الضغوطات عامه بشكل عام طبعا بنسب والكلام ده كله. يعني عايز اقول لك ان زمانكم في النقطه دي كان اروق اكيد من دلوقتي. لا ما كانش طبعا عندك صحافه رياضيه بشكل عام. لا بالظبط ما كانتش بالشكل ده. انما المقارنه بين جيل مثلا يعني عشان نقول مثلا 20 سنه او 25 سنه والكلام ده كله، انا في الحته دي ما بحبهاش او ما بفضلهاش، لان الجيل اللي احنا كنا فيه او الجيل اللي هو كان موجود غير الجيل اللي موجود دلوقتي. واخد بال حضرتك ازاي؟ تأخير بمعنى هقول لحضرتك حاجه، في الـ في الـ في الـ في الجوده بتاعت اللعيبه نفسها. في الملاعب نفسها. في يعني في زمان حاجات كانت افضل. ممكن لا مش زمان افضل، انا ممكن اقول زمان افضل في المهاره للعيب.
انما بعد كده عنصر القوه والسرعه والعلم والكلام ده كله دلوقتي لصالح الجيل، لصالح الملاعب، لصالح الجيل. يعني انت لما بتقعد تتفرج على ماتش من ماتشاتك اللي انت شخصيا كنت بتشارك فيها او اي ماتش في المرحله دي بتستمتع بيه اكتر وبالمهارات اللي انت؟ لا ما بستمتعش بنفسي ابدا، انا عمري ما اتفرجت على نفسي انا صعب الامور دي بالنسبه لي يعني دايما. طب لو ماتش تاني، بس انا بتكلم على الفتره اللي كنت حضرتك بتلعب فيها، كانت كره القدم ممتعه اكتر ولا دلوقتي بقت اكتر ممتعه؟ المهارات الفنيه كانت افضل الفنيه، انما الخططي والتكتيكي والكلام ده كله دلوقتي بقت الامور صعبه شويه، انما حته الابداع بتاع اللعيبه المهاريه لو هنرجع بس ورا شويه يعني كانت اكتر. كويس. يعني اللعيبه المهاريه زمان كنت ممكن تلاقيها عددها في الفرقه كبير، تمام، انما دلوقتي ممكن تلاقيها يعني ممكن حتى ندي امثال، بس مش عايز ادي امثال عشان محدش بس يفهمني. لا لا بس غلط. النقطه حضرتك احنا لما بنتكلم مثلا نقول مثلا مجدي قفشه كعنصر في وسط اللعيبه اللي موجوده تحس بحاجه حلوه. صح حضرتك زي. مش معنى كده ان اللعيبه اللي جنبه لا احنا بندي مثل بس صغير انما على شكله مثلا كابتن مجدي قفشه زمان كنت ممكن تلاقي مثلا في الملعب 3 4 كمان يعني ممكن تلاقي مثلا زي وليد مثلا صلاح الدين ابو تريكه بركات، يعني اللعيبه المهاريه اللي هي اللي عندها اللمسه الجماليه والكلام ده كله كان ممكن العدد يبقى اكبر. مش معنى كده برضو ان احنا بنقلل، لان برضو عشان الناس برضو تبقى فاهمه كل لعيب في الملعب ليه مركزه معين. اصلا مش محتاج مثلا من سيرد باك ان هو يبقى حريف وخد بحضرتك ازاي، او باك رايت مثلا ان هو يبقى يعني بيرقص، لا يعني كل مركز انا محتاج مثلا الناس بتاعت نص الملعب زي ما في ناس بتعرف تباصي او ناس مهاريه او الكلام ده كله، محتاج عنصر قوه، عنصر سرعه، ناس تعرف تقطع الكوره. فكل مركز في الملعب ليه مواصفاته المعينه، ده اللي بيعمل لك باكج فرقه متكامله. ولا تنفع الفرقه كلها تبقى حريفه كلها، ولا تنفع الفرقه كلها تبقى ضريبه ايوه بالظبط، فلازم الميكس ده يبقى موجود. يعني على كل حال برضو الخبر اللي ممكن نختم بيه ان هيكون في مفروض حسب معلومات يعني سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه سمح بوجود 60,000 مشجع، فاعتقد دي برضو بتفرق جدا. انتوا ايامكم برضو كان عندكم ميزه ان المشجعين موجودين الجمهور موجود، ده في حد ذاته دفعه قويه جدا، بيدي يعني قوه، بيدي اصرار في الملعب، لا ليه تاثيره. هو ده طبعا خبر كويس جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا بامر الله وان احنا نقدر يعني بنسبه كبيره ان احنا نتخطى موضوع السنغال في المباراه اللي هنا، هيبقى عليها شق كبير ان هو يريحنا هناك ان شاء الله بامر الله. والجيل اللي موجود زي ما حضرتك بتقولي دوت، انا مش عارف انت منحازه للقديم ولا للجديد، بس منحازه للاجيال كلها. بس هم هقول لحضرتك حاجه، هم محظوظين جدا، محظوظين جدا ان هم فتره طويله جدا بيلعبوا من غير جمهور. الجمهور في الملعب ليه تاثير طبعاً على اللعيبه بشكل ضغوطات. ربنا كابتن حسين وبنعمل نفسنا نقعد معاك وقت اطول من كده، بس للاسف احنا انا اللي بتشرف دايما ان ابقى موجود مع حضرتك. كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله يا رب مع الاهلي فيما هو قادم ان شاء الله. على كل حال احنا هنروح فاصل، هنطلع فاصل وترجعوا بقى حضراتكم تلاقوا نهاوند ان شاء الله فاتحه موضوع في منتهى الاهميه مع دكتوره دينا ابو السعود، وان شاء الله تكون فقره مفيده جدا لكل حضراتكم. هنطلع فاصل ثم عاوز اتفضل.